أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطيات المستمرة من قناة الأيام لعملية طوفان الأقصى وعملية هذا الطوفان الذي دخل أسبوعه الثاني. لا تزال هذه العملية ونقاط انتصارها متواصلة والتي أفقدت الكيان الصهيوني السيطرة وجعلت فلسطين أمام لحظات فارقة حيث المقاومة تهشم ما تبقى من هيبة الكيان الزائلة. ونرحب بداية مشاهدينا بضيوفنا الكرام رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية السيد حيدر عرب الموسوي. أهلا بكم سيد حيدر. وأيضا الترحيب بالمحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب ينضم لنا عبر سكايب من فلسطين. أهلا بكم دكتور أمجد. وأبدأ معك سيد حيدر، كيف قرأتم آخر تطورات طوفان الأقصى والتصعيد الحاصل الذي أصبح حاليا من أغلب الأطراف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي وزميلي وصديقي أستاذ بشار، قناتكم متابعيكم مشاهديكم الكرام ضيفكم الكريم. أنا أعتقد هذه الحرب وهذه المعركة التي يخوضها أبطال غزة أبطال الإسلام، شاهدنا الآن هنالك تغير واضح بالخارطة السياسية العالمية، هنالك المواقف التي برزت من قبل أطراف معينين، وهنالك الغطاء الذي تكشف عن بعض الأعراب الذين كانوا يحاولون أن يغطون حقيقة وجوههم الكليحة ببعض الشعارات. الآن كان الميدان كان واسعا وحاضرا في هذه القضية، نشاهد التخاذل الواضح، ولربما أصبحوا حقيقة أداة بيد الإسرائيليين، وبالتالي هذه المعركة حقيقة لن تنتهي إن لم تغير الخارطة حقيقة السياسية بشكل واضح، إلا ما ذهبنا إلى الخارطة الجغرافية التي سوف تتغير بعد انتهاء هذه المعركة. النصر الكبير الذي استطاع أن يحققه هؤلاء المقاومون القليلون بالعدة والعدد الذين استطاعوا حقيقة أن يكسروا شوكة الجيش الذي كان حقيقة يحاول أن يسطر نفسه أو يقدم نفسه على أنه الجيش الكبير والوحيد والقادر حقيقة على السيطرة على أي جهة سياسية أو عسكرية أخرى، ألا وهو جيش الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه القوة العسكرية، هؤلاء المجاهدين الذين استطاعوا تحرير الأرض واستطاعوا لحتى هذه اللحظة هم موجودين على هذه الأرض المحررة من قبلهم على الأراضي الفلسطينية، تحاول حقيقة الصهيونية دفعهم حقيقة الضغط عليهم من خلال القصف العشوائي المربك من قبل الكيان الصهيوني للأراضي الموجودة أو للمواطنين الموجودين في غزة، وشاهدنا الأسلوب استخدام هذه القوة المفرط، وبالتالي هم انتقلوا إلى مرحلة إرهاب الدولة. الآن الكيان الصهيوني هو يستخدم إرهاب المجاهدين، إرهاب الشعب الفلسطيني الموجود في غزة للضغط على المقاومين للانسحاب من الأراضي التي حررت بسواعدهم. طيب. لكن أنا أعتقد هذه المواقف أو هذا التصرف لن ينتهي على ما يطمح له الكيان الصهيوني، لكن سوف يضع أو حقيقة الإرادة للمجاهدين سوف تكون هي صاحبة القرار الأخير. أهلا بك مرة أخرى دكتور أمجد. بعد استهداف الكيان الصهيوني لسوريا وقصفه للمطارات السورية، هل من المرشح أن تتوسع دائرة هذا الصراع والمواجهة لسوريا أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم جميع السادة المشاهدين. موضوع التدحرج وتطور الموقف الإقليمية هو مطروع بشكل أساسي، ولكن حتى الآن الملاحظ أن هناك تردد في الدخول في المعركة، تراشق العمليات في جنوب لبنان، لكن نشاهد أن هناك تردد وأن هناك خطوط حمراء وضع للدخول تحت عنوان إذا تم الاجتياح البري لقطاع غزة ستدخل المقاومة، وقد حضرت المقاومة في لبنان عن طريق الوسيط المصري بأن حزب الله سيدخل المعركة اجتاحت إسرائيل قطاع غزة، ومن المتوقع تقوم العملية الاجتياح لقطاع غزة الساعات القادمة وربما خلال على أقصى تقدير، خاصة أن قرار الاجتياح قد تم اتخاذه في الاجتماع الوزاري المصغر بما يسمى بمجلس الإسرائيلي.
وهذا ينذر بأنه هناك احتمال كبير جدا. وأيضا تصريحات الرئيس الإيراني، رئيس وزير الخارجية عفوا، وأيضا الناطق بالرئاسة الإيرانية بأن الدخول في مواجهة واستمرار الحرب ضد قطاع غزة قد تضطر وحلفائها في الدخول في الحرب. مسألة توسع وتطور الموقف هو مسألة منطقية، ومسألة أيضا من الناحية السياسية متوقعة بأي لحظة، وخاصة أن حركة المقاومة الإسلامية ومع جميع فصائلها في قطاع غزة تمتلك من الشعبية وأيضا من الارتباط الوثيق، خاصة أن هناك غرفة مشتركة بين عدة حركات من محور المقاومة تعمل بشكل مستمر لمراقبة الأحداث في قطاع غزة. بعتقد أن الوضع مهيأ للتطور في أي لحظة، ورغم التهديد الأمريكي الواضح مع حلفائه الأوروبيين سواء الفرنسيين الذين هددوا النظام السوري، وأيضا هددوا الحكومة اللبنانية وأرسلوا رسائل، وأيضا الأمريكيين أرسلوا حملات الطائرات الأمريكية كرسالة تهديد مبطن لدول محور المقاومة، لكن مسألة تطور الموقف هي مسألة قد تحدث في أي وقت. طيب دكتور أمجد، إذا ما توسع نطاق الحرب والمواجهة مع الكيان الصهيوني فعلا، هل يعني أن أمريكا أيضا ستلحقها الهزيمة كما صرح وزير الخارجية الإيرانية؟ نعم، على المستوى المعنوي هي لحقت بهم الهزيمة، رغم 10 أيام من عمليات القصف الممنهج والتدمير والجرائم ضد الإنسانية وقتل الأطفال. نحن نتكلم اليوم عن 70 شهيد من الأطفال يوميا، وهو هذا عدد تجاوز الحرب الكبيرة التي تدور في أوكرانيا بين الجيش الأوكراني وأيضا الجيش الروسي. عدد الشهداء يزداد، رغم أن هناك تساؤلات كثيرة بأن كل هذه الإمكانيات وكل هذه الطائرات وكل هذه الصواريخ وهذه القنابل الأحدث في العالم تستخدم ضد من؟ فالسؤال الأكبر بأن هناك فجوة كبيرة جدا، وهناك عدم منطق وعدم تناسب بالقدرات العسكرية، وهذا ينعكس بشكل كبير جدا على هزيمة معنوية للأمريكان، على هزيمة معنوية لإسرائيل، وأيضا على هزيمة إعلامية. بدأت الأمور تسقط والأقنعة تسقط عندما حاولوا فبركة بأن هناك عملية إرهابية وأن هناك قتل للأطفال لدى الطرف الإسرائيلي وأن هناك عمليات اغتصاب وقطع رؤوس. بدأت أمور تتطور، خاصة في تواصل مع سكان المستوطنات الذين شهدوا بأخلاقية المقاوم الفلسطيني وبتعامله وبإنسانيته. هذا يدل على أن هناك تناقض كبير وأزمة مفاهيم وأزمة مصطلحات فيما يتم التعامل تحت غطاء ما يسمى بالقانون الدولي الذي يتحمل مسؤوليته بشكل أساسي، بأن الجميع يجمع بأن هذه جريمة حرب تنفذ تحت أعين الجميع بمشاركة الدول الغربية وغطاء للدول الغربية لإسرائيل، مما انعكاسات كبيرة جدا وأزمة قيم وأزمة أخلاقية بشكل لم يكن له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. وبدأت تتصاعد أصوات كبيرة على جميع المستويات وخاصة في الدول الغربية. لم نشاهد عدد المظاهرات التي خرجت في الدول الغربية وفي أمريكا بهذا. بدأنا ننظر في مظاهرات في شوارع لندن بأعداد هائلة بعشرات الآلاف، أيضا في برلين وأيضا في باريس وأيضا في جامعات الأكثر شهرة في العالم كجامعة إكسفورد وجامعة هارفارد، عندما بدأوا يرفعون أصواتهم بأن الذي يحدث هو جريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد القيم والمفاهيم التي يحاول الغرب تسويقها بمستوى نفاق وكذب وقدرة غير طبيعية على إخفاء الحقيقة. اليوم نشاهد مباشرة وتحت عدسات الكاميرات
عمليات القتل الجماعي التي تعتبر حسب القانون الدولي جريمة حرب بكل ما تعنيه الكلمة. طيب أعود لك سيد حيدر، تصريحات خصوصا وزير الخارجية الإيرانية، هذه كانت تحذيرات وتهديدات، هل الجمهورية الإسلامية مستعدة فعلا لهذه المواجهة بشكل مباشر؟ أنا أعتقد ليس فقط الجمهورية الإسلامية هي المستعدة للدخول للحرب بشكل مباشر، إذ ما حقيقة أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل بشكل مباشر إلى هذه الحرب، وبالتالي أنا أعتقد محور المقاومة بشكل مباشر قد تحدث عن استعداده للذهاب إلى فلسطين المحتلة، وبالتالي سوف تكون حقيقة الحرب هي ليست حرب محلية وإنما سوف تكون حرب إقليمية، ولربما حقيقة نحن نتابع بشكل مباشر تصريحات بعض البلدان الكبيرة، روسيا مثلا، الصين، كوريا الشمالية، أيضا هذه البلدان لديها تصريحات لربما إذ ما قرأناها بمعيار معين إنها إلى جنب القضية الفلسطينية. أنا أعتقد إذا ما تجرأت وإذا ما أخطأت، ونحن متعودين على الأخطاء التي ترتكبها الولايات المتحدة نتيجة الغطرسة التي تتعامل بها مع هذه البلدان، سوف تكون هذه الحرب لربما حرب كونية، وبالتالي لن تنتهي هذه الحرب إذ ما غيرت خارطة حق المنطقة والعالم بشكل كامل. أنا أعتقد محور المقاومة لديه الآن وسائل الضغط الحقيقية، شاهدنا التصريحات التي تحدث بها بدءا حقيقة رئيس الولايات المتحدة بايدن، من ثم تراجع حقيقة عن هذه التصريحات وبدأ يتحدث بشكل أقل حدة وأقل وطأة في هذا المجال عندما تحدث عن إرسال وعن التدخل المباشر، إرسال حامل الطائرات والتدخل المباشر بهذه الحرب. بعد ذلك قال هذه حاملات الطائرات من أجل المحافظة أن لا تتسع رقعة الحرب وتكون حرب إقليمية، وبالتالي هذا تراجع واضح بقرار الولايات المتحدة الأمريكية. القرارات عندما سمعنا حقيقة الجيش الصهيوني أو رئيس الوزراء الصهيوني عندما تحدث وقال سوف تكون هنالك اجتياح بري لقطاع غزة بعدما أعلنت حق قوى المقاومة استعدادها لهذه الحركة، نشاهد الآن حقيقة التأجيل المستمر إلى هذا الاجتياح البري، وبالتالي أنا أعتقد هؤلاء هم يدورون حقيقة في دائرة مفرغة لحتى هذه اللحظة لم يستوعبوا الصدمة التي حققها المقاومون بتحريرهم الأراضي المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني، ولا زالوا بعد مرور هذه الفترة حقيقة التي لا تعتبر بقصيرة إذ ما قارنا مستويات القوة ما بين المقاومين وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي أنا أعتقد أن المقاومين قد استطاعوا أن يحققوا النصر، استطاعوا أن يهزوا حقيقة المكانة، مكانة الكيان الصهيوني، وبالتالي كانت هنالك رسائل عديدة بهذه العملية، أولاها أن محور المقاومة صاحب حقيقة بصمة وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية، شاهدنا حقيقة التهديد الإيراني وكذلك تبعه الكثير من القوى المقاومة في المنطقة. التهديد الإيراني بتحذيرات للولايات المتحدة خصوصا باعتبارها الداعم والدافع الرئيس حاليا لإدامة هذه الأزمة وهذه المواجهة، لكن هل أمريكا سيد حيدر هي مستعدة فعلا لتوسيع مساحة المواجهة وفتح جبهة جديدة، ولديها أيضا هناك جبهة روسيا وأوكرانيا؟ لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن أن تدخل بصراع عسكري وحتى صراعا سياسيا، باعتبار للمتابع جميع المعارك إذ ما كانت هذه المعارك عسكرية وأمنية التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك المعارك السياسية قد خسرتها. هم اعترفوا فترة الرئيس السابق ترامب أنهم قد خسروا الحرب السياسية بالملف النووي أمام إيران، هذه نقطة. أيضا اعترفوا بخسارتهم بالحرب الدائرة الآن مع أوكرانيا، باعتبار الآن كلما امتدت فترة الحرب الروسية الأوكرانية كلما خسر حقيقة الغرب الشيء الكثير في هذا الموضوع. خسارة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الحرب في الساحة السورية، شاهدنا كيف حقيقة كان قاب قوسين أو أدنى من إسقاط النظام السوري في تلك الفترة. التدخل الإيراني المباشر وكذلك المقاومة وروسيا في هذه القضية، الآن الولايات المتحدة الأمريكية منزوية وتحاول أن تنسحب من هذه الساحة بكل صورة، كذلك الخسائر التي تكبدتها في الساحة العراقية، وبالتالي جميع المعارك التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية إذ ما كانت معارك سياسية أو أمنية عسكرية هي فشلت فيها، هي غير مستعدة الآن أن تدخل بحرب
مباشرة مع محور المقاومة، ونحن نعلم أنه محور المقاومة حق رأس الرمح في هذا المحور هي الجمهورية الإسلامية. طيب. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل بهذه الحرب؟ ونحن نعلم أنه المساحة الجغرافية التي موجود فيها ويغطيها محور المقاومة هي مساحة كبيرة جدا، هنالك بوابات هذه اقتصادية. هذه المعطيات خصوصا المساحة الواسعة لتواجد محور المقاومة بمحيط الكيان الصهيوني، على هذا الأساس استند عبد اللهيان بهذه التصريحات أو التهديدات للكيان الصهيوني وأمريكا؟ شوف، أولا عندما نقرأ الجغرافيا والانتشار حقيقة للمقاومة في هذه القضية نشاهد أنه قناة السويس، باب المندب، مضيق هرمز، هذه جميعها تحت نيران المقاومة، وبالتالي بإمكان المقاومة أن تقطع هذا الشريان الاقتصادي الكبير والربط ما بين الشرق والغرب، وبالتالي سوف تكون هنالك أزمة كبيرة. شاهدنا مجرد أنبوب غاز قطعته روسيا عن أوروبا ماذا حدث؟ إذ ما قطع هذا الشريان التجاري وكذلك شريان الطاقة الموجود، نحن نعلم أنه الخليج العربي ومنطقة الخليج العربي أو الشرق الأوسط تمد الطاقة بأكثر من 60% بالإضافة إلى الطاقة الروسية، وبالتالي سوف تكون هنالك أزمة طاقة كبيرة. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما حقيقة أدخلت هذه المنطقة بحرب تستطيع أن تغطي هذا النقص الكبير بالطاقة؟ وبالتالي أنا أعتقد السيطرة على هذه المنافذ وكذلك اتساع رقعة مساحة الحرب، هل لدى الولايات المتحدة الأمريكية القدرة بأن تنشر الجيش الأمريكي بهذه المساحة الواسعة؟ ونحن نعلم أنه أصبح لدى المقاومة الخبرة الكافية والتسليح الكافي بأن يخوضوا حرب طويلة واستنزافية مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أمجد، أعود لك مرة أخرى، بالنسبة لحزب الله اللي استهدف اليوم 5 مواقع للكيان الصهيوني استهداف بضربات نوعية، نقدر نقول أنه أقرب الجبهات هو الجنوب اللبناني، قد دخل فعلا على خط المواجهة والصدام مع الكيان؟ نعم دخلت، هي فعليا تستخدم ورقة وترسل رسائل، هذا هو عدم الوقوف في الحياد، هي دخلت بشكل مباشر ولكن ليس بالمستوى الذي المطلوب في الضغط الأكبر في دخول مواجهة شاملة، واعتقد ان دخولها معتمد باعتماد اساسي في عملية الاجتياح البري، وخاصة ان مصداقية حزب الله والاختيارات التي قام بها على سنوات طويلة وخاصة هناك أراضي أيضا لبنانية محتلة، مزارع تبعة أيضا، هذه أيضا أسباب تؤكد بأن هناك إمكانية كبيرة جدا بدخول حزب الله بشكل مباشر جدا، وخاصة أنه هدد في أكثر من مرة باحتلال مستوطنات الشمال، أن لديه قوات خاصة مستعدة ومتدربة لذلك. لكن اعتقد ان ما يقوم به حزب الله الان هو ارسال رسائل وتهديد مبطن ومباشر بان دخوله على المواجهه بشكل كامل وكبير هو مساله وقت ليس اكثر، اذا استمر العدوان بهذا الشكل على قطاع غزه. اعتقد ان الامور بدات واضحه جدا بان قطاع غزه يشعر الآن أنه ليس وحيدا كما كان الأمر منذ أو قبل عدة أيام، الأمور بدأت الآن تتوضح بأن الثمن الذي سيدفعه الجيش الإسرائيلي سيكون ثمن غالي جدا، وأن ما يقوم به مهما كان حتى لو قام باحتلال كامل لقطاع غزة لن يستطيع وقف المقاومة، وأن النتائج خاصة بأن الاستراتيجية الدخول إلى قطاع غزة لا يوجد استراتيجية أخرى كيف يمكن الخروج من قطاع غزة، وأن إمكانيات الاشتباك خاصة بأنهم لم ينجحوا خلال 10 أيام السابقة من وقف إطلاق الصواريخ، وأن الصواريخ ما زالت مستمرة في عملية الانطلاق والضرب المدن في فلسطين المحتلة وخاصة تل أبيب ومناطق بعيدة جدا مثل صفاد وحيفا. ضغط كبير على غزة حاليا من قبل الكيان الصهيوني دكتور أمجد، لكن حزب الله الذي يعمد حاليا لفتح جبهة مواجهة مع الكيان من نافذة الجنوب، إلى أي درجة سيشتت انتباه الكيان وقواته، وهل
فتح جبهة جديدة من جنوب لبنان، هل سيخفف من هذا الضغط على غزة؟ نعم بشكل أساسي، هم بدأوا في حالة ارتباك، بدأت أصوات عالية ترتفع في الداخل الكيان الصهيوني بوقف العملية. سمعنا الليلة وسمعنا أيضا أصوات من مسؤولين كبار سياسيين وفي المعارضة وأيضا في الأحزاب الأساسية بأنه من الأفضل التوقف، لأن انعكاساتها السلبية ستفقد الأمن الفردي والجماعي في دولة الكيان، وخاصة ليس فقط في الداخل وليس فقط في قطاع غزة وليس فقط في فلسطين المحتلة. هناك صورة بدأت تتضح لدى العالم بأسره، ليس لدى فقط الشعوب العربية والشعوب الإسلامية الذين بدأوا يخرجوا بأعداد هائلة جدا. نتحدث اليوم عن مظاهرة في باكستان تزداد عدد المتظاهرين عن مليون، وهذا يرسل رسائل بأن اليهودي والإسرائيلي بدأ يشعر بخطر شديد في تواجده، ولا يستطيع أن يمحي صور الإجرام وصور المجازر وخاصة ضد الأطفال ومسح عائلات. هناك أكثر من 50 عائلة مسحت من السجل المدني بشكل أساسي. أنا أنتمي لعائلة شهاب في جباليا، في لحظات عدة ثواني قتل أكثر من 47 فرد من عائلتي، ليس لهم أي علاقة بالمواجهات، من بينهم أكثر من 17 طفل. ما الذنب الذي اقترفوه لكي يقتلوا؟ وما وأين هو القانون الدولي؟ وأين هي ما يسمى بشعارات الديمقراطية وشعارات حقوق الإنسان التي يتغنون بها والتي ينظرون علينا ليل نهار؟ أعتقد أن صورتهم على المستوى الإعلامي والمستوى النفسي والمستوى السياسي وأيضا على المستوى العسكري والميداني قد تتضررت بشكل كبير جدا، وسيحتاجون إلى سنوات وإلى عشرات السنين لكي يحاولوا ترميمها. وأن الصورة التي رسموها الصورة النمطية بأنهم قوة عسكرية لا تهزم وأنهم أقوى الجيوش في المنطقة وأنهم لا يستطيع أحد الاعتداء عليهم، هذه الصورة النمطية قد ذهبت إلى غير رجعة، وفتحت الشهية للجميع بأن ينتقموا من هذا الكيان الذي يقوم منذ 75 عام بمجازر لم يحاسب عليها قطا، ولم يتعرض لأي عقوبات لا سياسية ولا دبلوماسية ولا اقتصادية، وأن هناك ازدواجية معايير في المجتمع الدولي وهناك ظلم، وأن النظام الدولي النظام غير أخلاقي. كل ما زادت هذه العملية تثبت بشكل قاطع بأن هناك أزمة أخلاقية في المؤسسات الدولية، وأن هناك ازدواجية معايير غير طبيعية تطبق على بشر ولا تطبق على بشر آخر. هناك شعور بأنهم يتعاملون مع المجتمع الفلسطيني والعربي والإسلامي كأنهم مجتمعات من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، ولا يتمتعون بنفس المزايا، وهذه عنصرية. طيب، لم يشهدها مثيل. أرجع لك دكتور أمجد لقضية هذا الدور المهم للدور الدولي، لكن أعود لك سيد حيدر. تصريحات عبد اللهيان خلال لقائه مع السيد حسن نصر الله أكد أن جميع الخيارات طرحت على الطاولة، لكن ما مدى خطورة وأهمية التنسيق بين أطراف محور المقاومة في هذه المواجهة؟ أنا أعتقد محور المقاومة في حالة تنسيق مستمر، باعتبار الحرب هي ليست فقط الموجهة لمحور المقاومة، هي ليست فقط هذه الحرب التي أعلنت ما بين حقيقة قوى المقاومة والمجاهدين الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني. محور المقاومة هو داخل بحرب مستمرة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الكيان الصهيوني منذ فترة طويلة جدا. داعش، القاعدة، جميع هذه حقيقة النصرة وجميعها هي قوى أمريكية، قوى صهيونية جندتها الولايات المتحدة الأمريكية، فدخلت حقيقة محور المقاومة بحرب مستمرة مع هؤلاء. خبرت الولايات المتحدة الأمريكية مدى قوة محور المقاومة، وبالتالي هي تحاول لحتى هذه اللحظة تجنب فتح جبهات جديدة مع حقيقة محور المقاومة. شاهدنا
كيف تحاول أن تبتعد وأن تتجنب أمريكا والكيان الصهيوني بدخول بجبهة أخرى مع حزب الله جنوب لبنان، وكذلك أيضا هنالك تمهيدات وهنالك حركة من خلال جبهة سوريا، من خلال حقيقة هذه المناطق اللصيقة والقريبة من الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة من قبلهم في فلسطين. وبالتالي أنا أعتقد الآن هنالك استعداد واضح تحدث عنه جميع المقاومين. شاهدنا حقيقة أنصار الله في اليمن كيف تحدثوا عن استعدادهم لدخول بحرب، وهم كانوا بحرب أصلا مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، السعودية وبعض البلدان الخليجية كذلك. أيضا تحدث بشكل حق واضح فصائل المقاومة الموجودة في العراق أنها على أهبة الاستعداد بالدخول في هذه المعركة إذا ما دخلت الولايات المتحدة بجنب الكيان الصهيوني، وهذه البلدان التي هددت مثل فرنسا وغيرها إلى جنب الكيان الصهيوني باتجاه المقاومين في غزة، وإن لم يتوقف هذا القصف العشوائي حقيقة إرهاب الدولة من قبل الكيان الصهيوني باتجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في غزة، أيضا سوف يكون هنالك موقفا آخرا من قبل محور المقاومة بجميع حقيقة قواه والمنتشرة على مثل ما تحدثنا قبل قليل على قاعدة جغرافية كبيرة جدا، لن تستطيع لا الصهيونية ولن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغطي هذه القاعدة الكبيرة، وبالتالي هم يقرؤون هذا الحالة الأمنية والحالة السياسية، وأنهم إذا ما دخلوا بمواجهة شاملة مع محور المقاومة سوف يكون نتيجتها هو انتصار محور المقاومة، وهم يحاولون أن يبتعدوا عن هذه القضية، يحاولوا أن يحققوا نصرا سريعا بالضغط على حقيقة المقاومين في غزة من خلال الضغط على عوائلهم، وهذا القصف العشوائي واستهداف الأبرياء المدنيين الأطفال النساء الشيوخ بهذا القصف، الحصار الذي من خلاله حتى قطعت المياه والكهرباء والمواد الغذائية، وقد ساعدتهم في هذه القضية بعض البلدان العربية للأسف في هذا الموضوع عربية، وإضافة إلى الدور الدولي والغربي كما ذكر دكتور أمجد. خلينا نرجع الدكتور أمجد، الدور الدولي الذي كنت تتحدث عنه الغربي تحديدا وبعض البلدان الإقليمية، هذا الدعم المخزي للكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي استثمر هذا الدعم واعتبر ضوء أخضر للدفاع عن نفسه كما يعلنون ويصرحون، لكن هذا الدعم وهذا الدور إلى أي درجة أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني للإيغال بالدم الفلسطيني؟ نعم، هذا الدعم الغير مشروط والضوء الأخضر أولا هو يتناقض مع قوانين والمبادئ والقيم التي يروجونها، ثانيا هم خاصة الكيان الصهيوني يطبق نظرية المخاطر، نظرية المخاطر بأنه مستعد أن يضحي من أجل جني ثمار أكبر بكثير من التضحية التي يضحي من أجلها، وخاصة فكرة تصفية القضية الفلسطينية. أيضا هذا الضوء الذي يعطونه الآن هناك عدة نماذج يريد أن يطبقها على قطاع غزة، نموذج وارسو عندما اجتاحت بولندا القوات الألمانية النازية ودمرت بشكل كامل مدينة وارسو للانتقام من المقاومين الذين استمروا بمقاومة الجيش الألماني 3 أشهر، مسحوا مدينة وارسو على بكرة أبيها. الإسرائيليين يعتقدون أنهم يستطيعون ذلك لكي يصبح الفلسطينيا نموذجا عبرة لمن يفكر في الاعتداء عليهم، وأيضا نموذج هامبورغ وأندرسون عندما قاموا الحلفاء بعد نهاية الحرب من الانتقام من الألمان في عملية مسح كامل لمدينة أندرسون ومدينة هامبورغ بإمكانيات هائلة وبحجم قوة مفرطة جدا في عمليات قصف كما يقوم الاحتلال الآن، قد قصف قطاع غزة بمساحته الجغرافية الصغيرة أكثر من 6,000 طن حتى هذه اللحظة في خلال 10 أيام، حتى الجيش الروسي في المساحة الهائلة التي دخل فيها في دولة أوكرانيا لم يسقط هذا الكم الهائل من القنابل في هذه المساحة الجغرافية الصغيرة. هذا الضوء الأخضر سيبقى وصمة عار في التاريخ الإنساني وأيضا في تاريخ هؤلاء التي تتشتق بالشعارات، وحسب القانون الدولي وحسب القانون أيضا في دولهم وخاصة في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا هناك قاعدة أساسية قانونية تقول
لأنها عدم مساعدة شعب يتعرض للإبادة وإعطاء تغطية، وأيضا المشاركة والدعم، الدعم السياسي والدعم المادي والدعم العسكري، هذا يوجه لهم تهمة لأنهم مشاركين بجريمة حرب، وهذا يتناقض كليا مع ما يعلمونه في المدارس العامة العلمانية، وهذا سيخلق أزمة وأيضا شعور بالذنب في المستقبل الذي سيتم تدريسه في المدارس، خاصة أن هناك مثقفين وفلاسفة بدأوا يرفعوا صوتهم بأن الحقيقة تغيب وأن هناك فبركات وأن ما يتم تطبيقه على الفلسطينيين هي جريمة لا يمكن للتاريخ أن لا يذكرها بالمستقبل القريب. طيب خليني أرجع لك مرة أخرى سيد حيدر، أيهما أخطر باعتقادكم على غزة؟ محاولة يعني إدامة هذا الصراع وإيغال الإسرائيليين والصهاينة بالدم الفلسطيني والضغط بهذا القصف والتهديم، لو محاولة إفراغ القطاع من ساكنيه ومحاولة تهجيرهم إلى سيناء، وكانت هناك محاولات وعمليات سابقة مماثلة قام بها الكيان الصهيوني. شوف أنا أعتقد هو الإفراغ يعتبر هو النقطة الأخطر في هذه القضية. الهدف من قسوة القصف هو دفع الشعب الفلسطيني أو الشعب الغزاوي في القضية لهجرة وترك هذه الأراضي، وبالتالي سوف يكون هنالك استيطانا صهيونيا في هذا القطاع، وبالتالي محو هذا القطاع الذي أصبح خاسرة مؤلمة ومزعجة للكيان الصهيوني. لكن الأخطر من كلتا القضيتين هو العمق العربي. نشاهد أن هنالك ضعفا في هذه القضية من قبل البلدان العربية، إذ ما شعرت أو شعر الكيان الصهيوني أنه لا يوجد هنالك عمقا عربيا وإسلاميا للمقاومين الغزاويين، إذا ما صح التعبير بهذه القضية، والفلسطينيين سوف يغلون في قضية القصف والقتل، وبالتالي يدفعون هؤلاء إلى ترك أراضيهم والهجرة. وهذا ما شاهدنا، هنالك بعض العوائل بدأت تغادر غزة، لكن للأسف أيضا الغدر الصهيوني استهدف هؤلاء وهم في طريقهم لإخلاء هذه المناطق، باعتبار أصبحت غزة بشكل كامل هي ساحة حرب. وبالتالي ما ضعف حقيقة العمق العربي والإسلامي للفلسطينيين سوف يعني ينفرد أو تنفرد الصهيونية والولايات المتحدة الأمريكية. طيب بهذه المجموعة بالنسبة لمصر، أريد أسألك سيد حيدر، دفع السكان من غزة نحو جنوبها أي نحو سيناء، شلون ممكن تتعامل ويا القاهرة، تتعامل مع هذه الكتلة البشرية غير القليلة؟ أنا أعتقد هنالك رفض مصري، باعتبار ما رجعنا حقيقة إلى التاريخ، وكان هنالك أيضا ضغطا من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر أيام السادات بأن تكون غزة ضمن الأراضي الفلسطينية وضمن سيناء. رفضت مصر هذه القضية وبقوة كبيرة جدا، بعكس بعض البلدان العربية التي استوعبت. نشاهد الآن الأردن هنالك ما يقرب من 6 مليون فلسطيني قد اندمجوا مع الشعب الأردني بهذه القضية، وبالتالي حقيقة كانت إسرائيل تحاول أن تفرغ هذه المساحات وتبعدها من الوجود أو الدولة المزعومة للكيان الصهيوني، وبالتالي أنا أعتقد لن تقبل، باعتبار هنالك مشاكل أيضا في سيناء، قد لربما بعض المجاميع الإسلامية المسلحة التي تسبب تهديدا معينا. مصر تنظر إلى الحمساويين بنظرة تختلف عن الآخرين. لحتى هذه اللحظة شاهدنا حقيقة السيسي عندما يتحدث عن الأمن كان يتحدث عن أمن الإسرائيليين، لا يتحدث عن أمن الفلسطينيين، وبالتالي هو سوف لن يقبل هذه. هنالك أكثر من مليونين مواطن فلسطيني موجودين في غزة، هل هنالك القدرة؟ إلا اللهم هنالك فد عمل يعني معين أو هنالك إغراءات معينة تقدمها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى مصر وإلى السيسي في هذه القضية، وبالتالي سوف يكون هنالك مقبولية واستيطان لهؤلاء في المناطق الصحراوية. أنت تعلم أيضا صفقة القرن عندما كانت هنالك فكرة لتهجير الضفة وكذلك غزة في صحراء الأنبار العراقية، لكن العراقيين كانوا رافضين لهذه الفكرة بشكل كامل وبشكل مطلق، وبالتالي تحاول لحتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية
الكيان الصهيوني بأن تضغط على جميع حقيقة الأراضي التي خاضع الآن إلى السلطة الفلسطينية، إذ ما كانت في الضفة الغربية أو في غزة، بالضغط عليهم لترك هذه الأراضي والهجرة إلى البلدان عربية أو غير عربية، وبالتالي تنهي القضية الفلسطينية. ونحن أيضا سمعنا قبل فترة حديث نتنياهو على أنه أصبح لا وجود للقضية الفلسطينية، باعتبار هم وحسب ما ينظرون أنه لا وجود للقضية وانتهت القضية الفلسطينية، وقضية حقيقة فصل الدولتين أو الاستحقاق للمواطنين الفلسطينيين. الآن هذه المعركة أعادت للواجهة أن هنالك فلسطينيين مقاومين يستطيعون أن يحررون الأرض، لكن الضغط ما زال مستمر ويتصاعد. يمكن سيد حيدر، خلينا نرجع دكتور أمجد، إسرائيل تتوقع أنها سوف حتى تجبر من تبقى من سكان غزة على النزوح، بأنها راح تزيد من عمليات قصفها وتوغل بهذا القصف العشوائي على القطاع وسكانه؟ نعم، واضحة في عندما التسريبات التي وصلت إلينا في اجتماعاتهم المغلقة، هم متعطشين لسفك الدماء الفلسطينية، هم متعطشين لانتزاع أي نصر، هم بحاجة لصورة الدبابة عندما تدخل إلى قلب غزة وترفع العلم، علم الكيان الصهيوني. هم بحاجة ماسة جدا لهذه الصورة لإرضاء المجتمع المتطرف والديني في الكيان، يريدون تغيير حتى شعورهم بالمستقبل مهدد. هم بحاجة ماسة جدا لتحويل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة. هم بدأوا كما تفضل ضيفكم الكريم، بدأوا يخططوا في استيطان قطاع غزة، يريدون أن يحولوا المنطقة الشمالية من قطاع غزة التي يعتقدون بأن القيادة عامة للمقاومة مستقرة في مدينة غزة تحت الأرض، يريدون أن يدمروا جميع الأنفاق، يريدون أن يعتقلوا ويقتلوا كل المسؤولين أو الذين يخططون منذ أكثر من 16 عام في تطبيق قدراتهم ضد دولة الاحتلال. هم حاجة جدا لتغيير الصورة. نحن نتحدث اليوم الدرجة الأولى هم بالنسبة للاحتلال، نعم، مصطلح الفرنسي لاغير دي، حرب الصورة، يريدون أن يوصلوا هذه الصورة بأنهم ما زالوا أقوياء، خاصة ليس على مستوى فقط المستوطنين، أيضا على مستوى العالم الغربي ومستوى الدول التي تدعمهم، يحاولون إقناعهم بأنهم ما زالوا أقوياء وأن مشروعهم الاستثماري الاستعماري في المنطقة ما زال فاعلا، ويتخوفون بأن يتحولوا إلى عبء على الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة. الرئيس بايدن يريد أن يضحي بالقضية الفلسطينية وبالشعب الفلسطيني من أجل كسب الانتخابات. هو تدخل بشكل أساسي لإرضاء اللوبي الصهيوني، وأيضا يطمع أن يجتمع اللوبي الصهيوني وبقدراته الإعلامية والمادية، وأيضا بقدراته في ما يسمى بهوليوود. لكن في هذه الحالة دكتور أمجد، يعني هذه المساعي لفراغ غزة من ساكنيها، هل تتفق مع سيد حيدر بأنه فعلا مخطط لشرق أوسط جديد يريده نتنياهو؟ دكتور أمجد إذا تسمعني؟ نعم، عفوا لم أسمع السؤال. سؤالتك دكتور أمجد أنها محاولة إفراغ غزة من ساكنيها، ممكن يعني أن تتفق مع سيد حيدر بأنه مشروع مخطط لشرق أوسط جديد كما يريد نتنياهو؟ نعم، هو مخطط لشرق أوسط جديد، هو تم طرحه في عام 2018 مع ما يسمى بفكرة صفقة القرن أو ما يسمى بالسلام الإبراهيمي، الذي يعتمد الفكرة على أن العالم العربي يجب أن يشارك به اليهود بما أنهم أولاد إبراهيم ومن القبائل التي كانت موجودة حسب أساطيرهم بأنهم لهم الحق بالمشاركة. وأهم فكرة بالمشاركة، لديهم مشروع يسمى مشروع المملكة اليهودية الذي يرسمونها، خاصة عند قيادات كبيرة من السياسيين الإسرائيليين يرسمونه في بيوتهم على مدخل بيوتهم. هذه الخارطة تأخذ جزء كبير جدا من لبنان، سوريا، العراق،
المملكة العربية السعودية أيضا وجزء كبير جدا ليس فقط سيناء ولكن الضفة الشرقية من نهر النيل. هناك مشروع يعملون عليه بشكل أساسي، سقوط قطاع غزة سيدفع ثمنه ليس الفلسطينيين، الفلسطينيين دخلوا التاريخ الآن، وفلسطين قد تعرضت للاحتلالات في تاريخها أكثر من 44 مرة، وتعرضت القدس للحصار أكثر من 26 مرة عبر التاريخ، ولكن الذي سيدفع الثمن هم بالدرجة الأولى الشعوب العربية والدول المجاورة، لأن نجاحهم وعودة الصورة النمطية بأنهم أقوياء سيقومون بالاستعلاء أكثر، وسيشعرون أكثر بأن دول الغرب ودول الاستعمار خلفهم سيتجرؤون بشكل أكبر، ليس بعد تصفية القضية الفلسطينية سيتجرؤون على الشعوب العربية وعلى رأسها لبنان سوريا العراق، لأنهم يطمعون باحتلال جزء من أراضيهم، وسيبلعون المملكة الأردنية الهاشمية بشكل كبير جدا. عندما رأينا زعيم الصهيونية الدينية في باريس يضع الصورة بشكل واضح في باريس في قلب العاصمة مسمى بعاصمة الحرية وعاصمة الديمقراطية، يضع صورة المملكة الأردنية الهاشمية بكل حدودها الكاملة ضمن حدود دولة إسرائيل، ويقول أن هذه الأراضي هي حق لنا تاريخي. بعد الانتهاء من الفلسطينيين سيبدأ العمل على الأردن، وسيبدأ العمل على بقية الدول العربية التي ذكرتها قبل قليل. هناك خطر يهدد، لأن المقاومة الفلسطينية اليوم تحارب من أجل القضية العربية، من أجل القدس والمسجد الأقصى وثالث الحرمين الشريفين ومصر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين، وأيضا يحارب من أجل مصر التي ستتعرض أيضا لتوسعات استيطانية. أريد أرجع لك إلى مصر، لكن إذا تسمح لي دكتور أمجد خلينا أيضا نرحب بالخبير العسكري العميد محمد عباس، ينضم مباشرة عبر الهاتف من سوريا. أهلا بكم سيادة العميد. وبالنسبة لسوريا التي هي على خط المواجهة، أنت وسعت المواجهة فعلا، لكن هل لديكم في سوريا الاستعداد لخوض هذه المواجهة فعلا؟ سيادة العميد إذا تسمحني. سيد محمد، تسمعني أستاذ محمد؟ أسمعك الآن. سألتك أن سوريا هي فعليا على خط المواجهة، أنت وسعت المواجهة فعلا، هل لديكم الاستعداد لخوض هذا الصراع سيد محمد؟ سلام الله عليك وعلى مشاهديك الكرام، وتحية لضيوفك الكرام أيضا، حياك الله. استعداد سوريا لخوض الحرب ولخوض المواجهة لا شك هو استعداد قائم. نحن بكل دقة أصف الموقف في سوريا بأننا نقاتل الإرهاب الإسرائيلي في الداخل السوري منذ عام 2011، وأذكر السادة المشاهدين بأن الحرب لم تعد حرب جبهات، الحرب الأمريكية هي حرب بالوكالة، هي حرب يتم من خلالها أو يتم عبرها استخدام العقل وترويض العقل وتوجيه عقول بعض الأبناء لكي يصبح أبناؤكم أعداء لكم. وفي هذه الحالة نحن نقاتل الإرهابيين الذين قدموا إلى سوريا بتحريض من إسرائيل وأمريكا وتركيا، والصناعة الإرهابية هي التي نحن نقاتل الإرهاب في سوريا صناعة أمريكا وإسرائيل وتركيا، وبالتالي هذه الحرب نخوضها منذ عام 2011 وما زالت مستمرة. أنا أقول بكل شفافية، لقد تعرضت سوريا إلى كثير من الإنهاك والإجهاد، وسميها كثير من الاستنزاف لقدراتها العسكرية ولطاقاتها الاقتصادية ولمواردها ولثرواتها، وأعتقد أن الاقتصاد السوري اليوم بحاجة الكثير من الترميم قبل أن يقف وأن يكون قادرا على تلبية متطلبات الدولة الوظيفية. أعتقد جازما اليوم أن صمود سوريا كان أحد الأسباب التي دعت إسرائيل اليوم لكي يهاجم غزة. صمود سوريا هو الذي أفشل المشروع، وحضرتك تتحدث منذ قليل كان ضيوفك يتحدثون عن موضوع الترانسفير ويتحدثون عن السلام الإبراهيمي والتطبيع والشرق الأوسط الجديد. نعم. أذكر سادة الحضور ضيوفك الكرام بمشروع برنارد لويس، وأذكر سادة المشاهدين بمشروع راز بيتر لقراءة حدود الدم، ودعنا نتذكر بجولد ديرش
وما تحدثوا به عن خرائط تتوعد المنطقه وترسم للمنطقه وتعيد تشكيل المنطقه وفق اثنيات طائفيه مذهبيه عشائريه قبليه، لكنها لن تكون المناطق، لن تكون الدول كما كانت في الماضي. الامريكيون يخافون عن ان صناعه النفط والغاز بارض تعلوها الكثير من الثقافات، وهذه لا تتناسب مع المصالح الامريكيه. اعتقد ان سبيجيني برجينسكي في كتابه الاختيار لامريكا بين الشرق بين الهيمنه بين قياده العالم والسيطره على العالم، امريكا فشلت في قياده العالم، ينصحهم سبيجيني برجينسكي مستشار البيت الابيض الامريكي ويقول ان على امريكا ان تعيد انتاج المنطقه وتمزقها. هذا كلام وارد في كتابه، كتاب خراب الدم لراف بيتر يتحدث عن عشرات الدول التي يتم انشاؤها كرم الكيان الاسرائيلي. أنا أعود بذلك السيد الفاضل إلى ما جاء في مذكرة دكتين بريك الاختراق الثالث أو الانعتاق الثالث كيف يعملها بإسرائيل أن تنعتق من الهيمنة الأمريكية من المساعدات الأمريكية وتهيمن على المنطقة وتسيطر عليها. هذه وثيقة صدرت عن معهد انتربرايز الأمريكي عام 96 ونصحوا فيها نتنياهو بأنه إذا كانت إسرائيل تريد أن تهيمن على المنطقة فعليها أن تدمر الجيش العراقي أولا ثم الجيش السوري طيب الجيش المصري، وعليها أن تخلق سوريا من الشمال بتركيا. لكن إذا تسمح لي سيادة العميد، بالنسبة للميدان السوري سيادة العميد محمد، الميدان السوري معقد جدا وأنتم في مواجهة مستمرة كما ذكرت. إسرائيل قصفت مطارات سورية، بالمقابل كيف سيكون الردع السوري وسط تصاعد حدة معطيات هذه المواجهة؟ أعتقد أنني قدمت لك إجابة واضحة، نحن نقاتل الإرهاب الإسرائيلي في داخل سوريا. نعم. وعندما يتطلب الأمر نعم أن ندخل في المعركة فلن نتردد في الدخول في المعركة باتجاه الجولان وباتجاه دعم القضية الفلسطينية وقضية غزة. نعم. هذا واجب ضمن محور المقاومة ونحن جزء من محور المقاومة. الخبير العسكري العميد محمد عباس كان معنا ضيفا كريما عبر الهاتف من سوريا، شكرا لكم سيادة العميد، وكذلك الشكر الجزيل للمحلل السياسي الدكتور أمجد شهاب كان معنا مباشرة عبر سكايب من سوريا، وشكرا جزيلا لكم رئيس مركز القمة للدراسات الاستراتيجية الأستاذ حيدر عرب الموسوي، شكرا لكم سيد حيدر. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه التغطية، لكن هذه التغطيات سوف تستمر من قناة الأيام طالما استمر هذا الطوفان، طوفان الأقصى إلى حتى تحقيق النصر.